أيتها السيدات والسادة ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في مهرجان وطني للإعلان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي في تاريخ دلالة رمزية كبيرة في تاريخ الشعب المغربي، وهو تاريخ 23 مارس الذي يحيلنا على انتفاضة 1965، والتي أعلنت ميلاد جيل جديد من الشباب تكتل في إطار اليسار الجديد للإعلان عن قيم التحرر والمساواة والعدالة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. ذلك الجيل الذي قدم تضحيات الجسام في لحظة سياسية موسومة بالقمع والاعتقال والمنافي، وهي الحقبة المعروفة بسنوات الجمر والرصاص، ليقدم لنا إرثا نضاليا قويا وتاريخا مشرقا من التضحيات من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهو الشعار الذي سيلتقطه جيل اليوم في تلاقي للإرادات وللمسارات عبر روح الربيع العربي الذي شكل بداية نهضة لشعوب المنطقة المغاربية والعربية، وعبر حركة 20 فبراير الشابة المشيدة والتي أسقطت جدار الخوف وأكدت أن الشباب المغربي في الفعل وفي المطالبة بالتغيير، ورفعت شعار إسقاط الفساد والاستبداد، ورفعت شعار الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.